واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Classification of palms. Classification of palm under three categories. Positive classification of palm, rotodynamic palm, non-mechanical palm. لما تقول لي positive displacement palm تحتيها بيقع الجير palm والreciprocating palm في أنواع كثيرة مختلفة بس لها certain character هنتكلم عنه حالا. بعد كده rotodynamic palm فيها centrifugal ودي أكثر palms يعني انتشارا. وفي الاكسل فلو بامب او بسميها بروبيلر بامب وفي ميكس فلو بامب. الثلاثة دول تابع الروتوداينامك بامب لهم برضه سيرتين كاركترز. النون ميكانيكال بامب داخل فيها الاير ليفت بامب وداخل فيها الجيت بامب. لما نتكلم على الاول النوع ده نون ميكانيكال يعني ما فيهوش موفينج بارتس ما فيهوش مشاكل الموفينج بارتس. يعني كمثال زي ما انت شايف معوض في عندي هاي بريشر ايه فلويد ممكن يكون هواء او جاز او ليكويد اندر هاي بريشر باخده وامشيه في قلب نوزل في المنطقه دي النوزل بتحول البريشر العالي الى سرعه يعني هيبقى جيت اوف هاي فيلوسيتي فلويد هوت بيعمل لي فاكيوم في المنطقه دي بيعمل فاكيوم بيعمل فاكيوم الاند دهيت او الفتحه الاند دهيت انت عامل لها ايه موجوده في قلب الليكويد اللي انت عايز تعمل له بامبنج عايز ترفعه فالباكيوم بيعمل ايه؟ يعني الضغط هنا اتموسفيريك وهنا نيجاتيف على طول الليكويد هنقول عليه السكندري ليكويد بيطلع فوق يبقى في عندي هنا بقى ميكتشر من السكندري ليكويد والبرايمري ليكويد من الهاي بريشر فلويد والهاي واللو بريشر ليكويد اللي انت رفعه الميكتشر ده هيعدي على طبعا لسه هتبقى سرعته عاليه يعني ممكن تقول لي النوزل هتديني 300 400 متر مثلا لهواء مضغوط وهنا هيطلع السائل بسرعه 2 3 متر يبقى المجموع الافرج فيلوسيتي تقول 50 متر في الثانيه. طبعا بسرعه عاليه بالنسبه للفلو فبيجي عليا الديفيوزر موجود انا هو بيقلل السرعه ويزود الضغط يعني بحيث الميكتشر يقدر يطلع مسافات محترمه. انا بقول البامب دي بنسميها جيت بامب او ايجكتور دي بتستعمل لما يكون عندك في بريشرايزد فلويد ما دفعتش فيه فلوس. يعني ايه ما دفعتش فيه فلوس؟ يعني ما اشتريتش مثلا كومبريسور عشان تعمل الحكايه دي. ليه؟ لان انا بقول في سورس اوف لوس هنا موجود كتير قوي في الفريكشن عشان السرعه العاليه في الديفيوزر عشان السيبريشن والكلام ده كله فالافشنسي كده بقى less than 30% اقل من 30%. ده معناه ايه؟ ببساطه خالص انه لو انا رحت جبت بامب عشان تعمل لي هاي بريشر ليكويد وارفع بيه الكلام ده البامب او الكمبرسور كفاءته مثلا 80% يبقى 80 في 30 ب 24 السيستم كله كفاءته 24% عشان ترفع لي سائل بالنظريه دي. لكن انا بقول لك لو جبت البامب مباشره دايركت على طول ورفعت بيها الكلام ده كفاءتها 80% يبقى الفشنس هتبقى اعلى والراجل كوست اقل. يعني ما تستعملش الحكايه دي احنا بنحسب ليه الافشنسي عشان لو قدرنا نحسن الافشنسي ندور على اللوسز ونقللها الى اخره يبقى افضل. انا بقول امتى تستعمل بامب دي؟ لو اوريدي عندك فلويد اوف هاي بريشر يعني كمثال انت في ستيم باور بلانت عندك بويلر موجود في بريشرايز ستيم هتاخد منه بايب صغيره كده ده بالهاي بريشر بتاعه يقدر يرفع لك اي فلويد انت عايزه ترفع بدل ما تقول انا في المنطقه دي عايز اعمل بامبنج لاي فلويد انا مش هتكلم كمثال فبدل ما تجيب بامب والبامب تستهلك كهرباء والكهرباء اصلا متولده في قلب المحطه بكفاءه 30% ولا 40% لا انت بتاخد الستيم بتاعك دايركتلي ترفع بيه يعني الكفاءه بالشكل ده هتبقى ممكن تكون افضل من انك تجيب الكتريك موتور وبامب وتاخد الكهرباء اللي فيها لوس 60 70% في الاصل. نروح لنوع تاني اللي هو الاير ليفت بامب. اير ليفت بامب ده سيمبلي عباره عن انت عندك ليكويد لغايه الليفل ده الليفل ده هو فبتجيب ماسوره وعايز ترفعه الليفل اعلى يعني انا هحول الخط ده بمثله بالديتا يعني عندك ليكويد ارتفاع زد وعايز ترفعه لارتفاع ال اكبر من زد يبقى لازم تجيب بامب
بستعين هنا على البامب لانه عندي برضو بريشرايزد اير او بريشرايزد جاز ببلاش، ما دفعتش فلوس فيه عشان نعمل بريشر. فبقول البريشرايزد جاز اللي داخل ده بيعمل لي بابلز، بيعمل بابلز في العمود. العمود ده في الاصل حكيت مليان بالسائل اللي موجود في التانك لغايه الليفل، عمره ما هيطلع اعلى منه لوحده. فانا بقول له بعمل انجكشن لكمبريسد اير او كومبريسد جاز، فبيعمل لي اير بابلز جوه. البابلز دي اما تيجي تقول لي الميكتشر هيبقى الدنس بتاعته شكلها ايه؟ بتاعت الميكتشر اقل من الدنس بتاع الليكت الاصل، مظبوط؟ عندك هواء ومثلا ميه، يبقى كثافه المخلوط اقل من كثافه الميه. نيجي نقول نتيجه للحكايه دي، انا عندي العمود في مخلوط في ميكتشر كثافته قليله وبره في ليكويد كثافته اعلى. طب مين اللي هيسبب الفلو؟ هقول عند السكشن ده الليكويد ده عامل لي بريشر على المنطقه دي بتساوي كام؟ هتساوي اوميجا في زد، اوميجا ليكويد في زد. طب المخلوط عامل لي بريشر وده بيأثر لفوق اوميجا زد. طب المخلوط عامل ايه؟ عامل لي برضه بريشر على نفس السكشن، هيبقى اوميجا ميكتشر في ال. واضح؟ اوميجا ميكتشر في ال. فانا بقول هنا لو كان البريشر من فوق، الفورس اللي طالعه لفوق اكبر من الفورس اللي بتنزل لتحت، يبقى الفلو هيستمر، مظبوط؟ هيبقى فيه فلو تعمل بامب. يعني شرط الحكايه دي ان دبليو ليكويد اللي هو السبيسيفيك ويت بتاع الليكويد في زد يبقى اكبر من دبليو ميكشر في ال. بالطريقه دي انا قدرت ارفع اعمل بامبنج وداوت بينج اني ميكانيكال انرجي، يعني مفيش ميكانيكال. في عندي فلو واحد يقول لي الكمبريسد اير هجيبه منين؟ احنا في المعامل بنجيب كومبريسور عشان نعمل ريسيرش ونحاول نحسن الافشنسي الواطيه بتاعه الايه؟ بتاعه البامب. برضه افشنسي اقل من 30%. ليه؟ لانه انا عندي تو فيس فلو هنا اهوت، وفي تو فيس فلو اكمبانيد وذ لوسز عاليه اعلى من السنجل فيس. فطب واحد يقول لي بجيب الكمبريسد اير منين؟ انت في مصنع وطالع مثلا نيتروجين ببلاش عند هاي بريشر، تقدر تاخد بدل ما تعديه على فان بريشر ريديوسنج فالف وتطلقه في الجو، بتاخد النيتروجين ده هو ترفع بيه تعمل بيه بامب. او الجماعه بتوع البترول عنده بير بترول وعايز يرفع البترول، بير بترول قول 500 متر تحت سطح الارض، عايز يرفع البترول ده فوق سطح الارض عشان ياخده يكرره ويستعمله الى اخره البترول الخام. فبيضطر يجيب بامب، بامب يشغلها بالالكتريك موتور او ديزل انجن الى اخره. لكن نقول له تعالى لو جنب منك في كومبريسد ناتشرال جاز اللي هو الغاز الطبيعي اندر بريشر، بيبقى دايما في الابار بير لسه جديد ضغطه بيوصل 500 بار عشان يجي يستعمله مثلا هنا في مدينه زي اسكندريه. لما بيوصل البيت عندكم الضغط بتاعه كام؟ 15%. 15% ايه؟ بار. بار. انا هقول لك احسن. مين قال لك الرقم ده؟ فني. فني. طيب انا شفت الفني وهو بيركب عندي في الشبكه، وبعد ما ركب جاب البتاع دي البامب اللي هو بينفخه بقى العجل. قلت له بقول له بتعمل ايه؟ قال لي بعمل اختبار التسرب. قلت له بتضغط لغايه كام؟ قال لي 2 سنتيمتر معين. يعني ضغط 2 3 قول 5 سنتيمتر ميه. البار كام سنتيمتر ميه؟ 1000، مش 10 متر في ميه يبقى 1000. فهي 5 من 1000 بريشر، فالشبكه اللي جوه البيت 5 من 1000. الشبكه اللي بتيجي اسكندريه او الغاز اللي بيجي اسكندريه عند 30 بار بعد كده يبداوا يوزعوا. ولكن الاصل موجود في البير 500 بار. فلازم يعدي على بريشر ريديوسنج فالف عشان يوصل لل 30 بار بتاع شبكه المدينه. فما نقول له بدل ما تعديه على الفالف والفالف ياكل الانرجي اللي فيه، لا استعمله هنا في عمليه البامبنج بتاع كرود اويل موجود في البير ومش قادر يطلع، فمن غير ما يستفيد من غير ما يستهلك ميكانيكا الانرجي. برضه زي ما قلنا الكفاءه بتاعتنا واطيه، يعني ما تفكرش تجيب كومبريسور وتعمل الحكايه. يس. هو اللي يخلي الهواء ما يا راجل عيب. ايه اللي ينزل الهواء تحت؟ الهواء بينزل تحت ولا بيطلع فوق؟ قصدك ده؟ الهواء هيطلع كده اهو،
هو يطلع كده مش كده؟ الهواء كثافته قليلة مهما كان ضغطه. وهنا نفس الحكاية، هنا نفس الحكاية، انت بتعمل إنجكشن الهواء غصب عنك بالكثافة البوينتس هيطلع لفوق. اوكي تعال نروح البوستل ديسميس ديبارتمنت اللي هي الفاميلي الثانيه من البامبس او الفاميلي الاولى. ايه حكايه البوستل ديسميس ديبارتمنت؟ زي ما انتم شايفين انا عندي كيسنج اهوت، كيسنج اهو، وجوه الكيسنج في روتور زي جيرز، زي الجير بس شكله كده زي الفيونكه، مفيش مشكله. فبقول اللي فوق بيلف كلوك وايز، اللي تحت بيلف انتي كلوك وايز عكسه. تعال نقول انا هتخيل ان الماسوره دي جايه من السكشن تاني، وهوقف الرسمه دي شويه. خلي بالك اللي فوق بيلف كلوك وايز واللي تحت انتي كلوك وايز. لا مش عايز. طيب هو عامل ايه؟ الروتور اللي فوق حاجز ليكويد بين الروتور وبين الكيسنج مع الروتيشن اللي هو كلوك وايز. بيعمل ايه ده؟ بيروح فين؟ بيروح ناحيه الدليفري. طب واللي تحت؟ بيلف انتي كلوك وايز برضه، بيعمل ديسبليسمنت للليكويد ويروح ناحيه الاوت. يعني دايما يعني الفراغ ده بيتملي زيت، ومع الروتيشن الفراغ بيتنقل. يعني عندك كافيتي بتتملي زيت، بتتنقل بالطريقه دي من ناحيه السكشن الى ناحيه الدليفري. يعني الفكره بتاع البامب دي بتعتمد على الديسبليسمنت. طب ايه قصه البوزيتيف ديسبليسمنت؟ تعالى نتكلم على بامب من النوع ده نشوف التجربه بتاعتها. ادي البامب ده، هي ادي بايب اهي، والبامب دي بتاخد الليكويد من تانك زي كده. وهنا انا هدورها بسرعه معينه. طبعا عارفين البامب اللي هناك كل ما السرعه زادت هيبقى المعدل اللي بتجيبه لك اكثر، مظبوط ولا لا؟ تخيل انا بقول انا عندي البامب ده هي بتدورها بسرعه معينه، في كيو بتاعتها 10 لتر بير سكند مثلا عند السرعه المعينه دي. البايب ده هي الفوليوم بتاعها بتساوي 100 لتر. 100 لتر ولا 100 لتر بير سكند؟ ها؟ 100 لتر، اوكي؟ طيب البايب دي فاضي، شغل البامب دي اشغلها، هناخد وقت قد ايه عشان نملى البايب دي؟ يبقى اقول له فيلنج تايم. اتفضل. هيساوي اللي هو الفوليوم على كيو، يعني هتقول لي 100 على 10 يبقى 10 سكند. مظبوط؟ 10 سكند. تعال نقول في واحد غشيم شويه، نقول الكلمه دي عشان تحطوها في دماغكم، واحد غشيم حط بالج يعني بعد 10 ثواني هيكون مال الماسوره دي وساب البامب تشتغل. تعال نقول افتر 11 سكند فروم ستارت، يبقى البامب ده بتاخد تاخد كام؟ تاخد فوليوم، اقول عليه كام؟ الفوليوم اللي بعد 10 بعد 11 ثانية يبقى قد ايه؟ اللي نقلته من هنا 110 لتر. والبريشر بتاعه اتموسفيري، بامب خدت الزيت اللي هو اندر اتموسفيري بريشر، نجلكت الارتفاع ده وبتضغطه هنا، بتقول له من فضلك اقعد في حته حجمها كام؟ 100. يعني الفوليوم بتاعه هيبقى في 2 هيساوي 100. البريشر هيحصل له ايه؟ في 2 هيزيد ولا يقل؟ ايه العلاقه ما بين البريشر والفوليوم؟ علي صوتكم كده عايز اسمع. تي في بيساوي ام ار تي مش كده؟ طب قدام خد سن دايناميكس ولا لا؟ ده في السن دايناميكس على الغزاله. بي في بيساوي ام ار تي او بي في بيساوي ثابت في الجاز، انما في الليكويد ها ايه العلاقه بين البريشر والفوليوم في الليكويد؟
سمعونا صوتك يا شباب؟ ها؟ مش في حاجة اسمها بالك مودلس اوف الاسيست ولا ما سمعتوش عليه؟ مودلس اوف الاسيست بتاع الحديد عندهم هناك تحت. الحديد عنده الاسيست وفي مودلس اوف الاسيست يعني حتى سموه يعني اسمه مودلس اوف الاسيست. التنشن والكومبريشن. طب الحديد بيتكبس هم بيقولوا لنا كده وفي بروبرتي للكومبريشن ستريس. الليكويد عندنا يعني اقل صلابة من الحديد فانا بقول له برضه هنا نروح للبالك مودلس اوف الاسيست. كيه باكس مودلس اوف الاسيست اللي هو كيه يساوي ماينس دلتا بي على دلتا في على في 1. في ده عباره عن بروبرتي خاصه بالليكويد بتاع زي الفيسكوستي وزي التنسيتي وزي السيرف ستنشن. يعني واحد بيتعامل مع الزيوت فتلاقي في تيبلز للزيوت دي وفيها كل البروبرتي بما فيها كيه. انا بس ما بنستعملوش قوي في الشغل لكن هو هنا يعني كمثال كيه هقول كيه فور سيرتن اويل كي بتساوي 2 في 10 اس 4 بار 20,000 بار. تعال نعوض ناخد المعادله دي وعوض فيها اشوف انا عندي كومبريشن او نقص في الفوليوم وعندي الفوليوم الاصلي اشوف الزياده في البريشر قد ايه. يبقى تعال نقول له دلتا بي من هنا عوض تساوي كي ماينس كي في دلتا دي على دي 1. اوكي ك قلنا ب 2 في 10 اس 4 2 في 10 اس 4 دلتا الفوليوم فوليوم ناقص من 110 الى 100 يبقى ناقص 10 على الفوليوم الاصلي اللي هو 110. يعني دي تقريبا هتطلع لي كام؟ 5 بقى يبقى هتقول لي ناوي البريشر او دلتا بي يساوي كام؟ تقريبا 2000 بار يعني 1990 مش تقريبا 2000 بار. يعني معناها سعادتك الماسوره دي مقفوله بالفال والبمب شغاله بعد الثانيه ال 11 هيتولد بريشر عالي هنا 2000 بار. هيعمل ايه؟ انا جايب السيستم ده عشان البريشر الويركينج بريشر في ويركينج 10 بار مثلا 10 بار. يبقى الكومبوننتس بتاعته الماكسيمم بريشر كام اللي هيتحمله؟ قول فاكتور اوف سيفتي 1.5. يبقى اقول له في ماكسيمم هيساوي 1.5 في 10 يعني 15 بار. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الماكسيمم بريشر 15؟ لو عديت ال 15 احسن فيلير في صورة كراك في صورة أي فيلير ممكن يحصل. أوكي؟ كراك ده هو ببساطة خالص ممكن يعمل لك شيك رهيب لو جت في واحد ممكن تبهدله ببساطة خالص. فعايز أقول الحكاية دي نتيجة لأنه قفل الفالف والبامب شغالة. البامب عمالة بتعمل ديسبليسمنت للليكويد بس بتاخده من هنا ترميه هنا بس أنت سعادتك بتخزنها. أوتوماتيكال الضغط بيزيد. ده انا بقول لك السيستم ده يتحمل 15 بار بس لو وصلنا ل 16 هيحصل كراك هيحصل فيلير. فيعني مش بعد ثانيه بقى هيبقى بعد ثانيه بعد 10 ثواني 0.001. يعني مفيش فرصه ابدا تقدر تتصرف. فانا عايز اقول لك من فضلك نسبب الحكايه دي واحد حط فالف يبقى الفالف ده ما يتحطش خالص لانه هيبقى فرصه لاكيوميليشن اوف بريشر جوه السيستم. والقيمه دي انا مش متوقعها ابدا انه 2000 بار حد متوقع. يعني متوقع السيستم بتاعي عند 10 بالكثير هتبقى 9 8 الاخضر وركينج بريشر دايما لانه ده الماكسيمم وركينج بريشر وده الماكسيمم الاوفر بريشر كده. يعني ما تعداش ده لما تقول لي الماكسيمم وركينج بريشر يعني السيستم بتاعي بيشتغل 7 8 9 كده وباخد القيمه الماكسيمم دي اللي بتوع ديزاين يصمم على عليه يقدر فاكتور اوف سيفتي الى اخره. المهم سبب القصه دي كلها البامب عماله بتعمل ديسبليسمنت في الليكويد
الليكويد انت بتخزنه بيعمل لي جنريشن للبريشر عالي بسبب كويس. فعلى طول من فضلكم هنقول البامبس دهية كلها دي هتبص البامبس ممنوع تحط الليفري فالف عليها. واضح؟ يعني سواء غير بامب سواء لوب بامب، البامب دي بتستعمل في صناعات غذائيه وصناعات الادويه. فممنوع على كل الانواع بتاع بوس البامب انك تستعمل الليفري فالف. ياس طب انا لو ما حطيتش البلد بتاعتي كمان ايه اللي هيرفع الضغط؟ مش المفروض البص البلد لو ما حطيتش البلد ايه مش المفروض البص البلد عشان اخد ضغط؟ انا ما بحطش البلد لان البلد سورس اوف كارثة. تمام. يعني مفيش واحد يقول لي احط البلد وانبه على العامل ما يشغلش البمب والبلد مقفول مقفول. هيجي عامل من وراه وهو شغال وهو في الحمام ولا في البوفيه يروح قافل البلد يوم هو وهو بيقفل يفرقع فيه. دلوقتي انا لو مش خلاص بس ايه اللي يزود الضغط؟ عشان كده جسمي بيتضغط. انا ممكن انا اعمل حسابها للدكتور احمد ايه رايك؟ سيبها له عشان هو مختص في الحكايه. اوكي؟ هي بس انا عايز اقول لك البوست ديسبليس بامب يعني هو مين اللي هيجنريت البريشر؟ ما هي البامب. ال 2000 بار هو البامب اللي بتديه. لو مش قادره هيحصل فيها فين؟ بس قبل ما يحصل فيها فيلير البايب يحصل فيها فيلير. اقول لك ابسط حاجه لو عندك سعادتك تركب هنا بريشر جيج كده انت بتركبها على ايه؟ على سن الاوز. لو في بريشر عالي اتولد في السيستم ممكن تلاقيها طارت. واضح؟ تلاقيها طارت في الهواء وطلع جت رهيبه. المهم انا عايز اقول البريشر جنريتد باي بوست ديسبليس بامب اهو من اول 10 لغايه 10000 ديبند على اللود. يعني الراجل حط اللود هنا بطريقه غلط فزود له البريشر. البريشر ده لما زاد عمل في زود له البريشر بره المسموح له عمل في السيستم. اوكي طيب تعالوا نروح للنوع الثاني من البامبس اللي هو الروتو دايناميك بامب. الروتو دايناميك بامب اللي هو قلنا عليه السنتريفيكال بامب والاكسل فلو بامب الى اخره. انا الحقيقه بمثلها بالخلاط اللي عندنا في البيت واللي عندكم بقى في المطبخ. سيمبلي هقول يعني الخلاط ده عبارة عن كونتينر بهذا الشكل وساعتك حاطط فيه قلاب ستيرر وفي ليكويد للليفل ده في ليكويد طبعا في غطاء هنقفل الستيرر ده هو لو السرعة بتاعته زيرو يعني بيلف بسرعة ان لو ان بزيرو يبقى مفيش حركة في قلب الليكويد هتلاقي الليكويد واخد الوضع. تعال نزود السرعة، نزود السرعة نخليها أقل، ناخد الشكل اللي هو بنسميه بارابوليك شيب أو الفورس فورتكس شيب، هنقول داينومازر 1000 ار بي ام. واحد عنده خلاط متعدد السرعات 5000 ار بي ام هيديله هنا الوضع. هيدي 5000 ار بي ام. طبعا كل ما تزود السرعه يو اد انرجي اكتر للليكويد. مظبوط ولا لا؟ استهلاك الكهرباء بتاعك بيزيد سواء في قلب الليكويد او في البيرنج والنصب والكلام ده كله. يعني بتزود الطاقه نتيجه للروتيشن الطاقه بتزيد بتتنقل للليكويد. خلت المنظر ده المنظر ده في عند الاوتر بريفري كان الضغط هنا اللي هو المسافه دي فيها اكتر يبقى الضغط زاد بالقيمه دي زاد الطاقه. عند السنتر الضغط حصل له ايه؟ قل. لما تيجي نستعمل الخلاط ده كبامب هقول لك انا عندي تو تانكس كده وطبعا لو احنا ما فيش حركه هيبقى الليكويد هنا هو نفس الليفل هنا هو نفس الليفل هنا. وسعادتك لو موصل بتاع بخراطيم مثلا او بتاع في السنتر هتوصل ده كده اهو وهنوصل ده من السنتر من اوتر بريفري او ده
طبعا لو الستيرر بتاعك ثابت في مكانه مفيش بريشر ديفرنس بين هنا وهنا فالسكون هيبقى فيه سكون. لا انا هدور، لما تدور مثلا عند ال 5000 الضغط هنا اقل، هو عند ال 5000 اهو الضغط اقل من صاحبنا، يبقى اللي هيحصل هيبقى فيه فلوس، يبقى نسمي البايب دي ساكشن بايب. عند الاوتر بريفر البريشر زاد، يبقى الفلو هيمشي من هنا لهنا، الانرجي الكبيره الانرجي القليله، يبقى دي الدليفري بايب. يبقى بقى هنقول عليه روتو دايناميك بامب. السؤال بقى، انا لو ركبت فالف ومنعت الفلو البريشر، رجعنا للخلاط الاصلي، ما الخلاط عباره عن هقول بقى هو البامب وما فيش فلو طالع منه، بينفجر الخلاط. لو جبت الخلاط ده وقعدت تشغله 24 ساعه ايه اللي هيحصل؟ واحد يقول لي ران الليكويد، لو انت بتقلب حتى ميه هتبص تلاقي الميه اتبخرت. من ايه الفريكشن اللي بين القلاب وبين الميه 24 ساعه؟ هيبخرت لكن مش هينفجر. ليه؟ لانه الزياده في البريشر محسوبه. واحد يقول لي انت وصلت لهنا ازاي؟ يا اما اكسبيرمنتلي اجيب الخلاط ده في البيت واقعد اعمل علامات واكتب عليه زي ما انا عامل، ادي اكسبيرمنتال واي تو ديتيرمن ذا بريشر رايز، يا اما بالايكويشنز سواء اناليتيكال او نيوميريكال او سي اف دي او انسس او القصص اللي انتوا عارفينها. يعني البريشر جنريتد كان بي بريدكتد، لما يكون كان بي بريدكتد اقدر اصنع الكومبوننت بتاعتي تحس تحمله. يعني مثلا الخلاط اللي هو بسرعه واحده هتلاقي البريشر الجنريتد هو ده بس، يبقى الراجل بيجيب الثيكنس بتاعه قليل وعامله من البلاستيك. الخلاط اللي فيه سرعه كبيره وسرعه كتيره بيهمه السرعه الكبيره عند الهاي بريشر جنريتد، هتلاقي الثيكنس بتاع الكاس بتاعه او الكيسنج بتاع البامب هيبقى اضخم، وكمان الماتيريال مور هارد او مور ستيل. كلام واضح؟ المهم انا عايز اقول لما قفلت الدليفري باب البريشر ما زادش زياده اوت اوف اير او اوت اوف كنترول زي الحاله اللي فاتت، هيزيد زياده بسيطه وانا اقدر احسبها، انا اقدر اقيسها. يعني واحد يجيب في المعمل هنا ويروح جايب البامب البريشر جيج في الاول، البريشر جيج قبل وبعد البامب، ويدور البامب بسرعه معينه ويعمل كنترول على الفلو. لو قفل كيو خالص هيشوف البريشر كام؟ عليه 15، لو فتح عليه 14 13 12. يعني البريشر الجنريتد اني كيو كان بي اوبتين ثيوريتيكال او كان بي نون قبل كده، بحيث انك تاخد القيمه الماكسيمم تديها للماشين ديزاينر عشان يصمم لك بقى، يختار الماتيريال ويختار الثيكنس الى اخره. في اي سؤال؟ طيب تعالوا دكتور بعد في ناس والتانك بتاع الدليفر على سرعه ال 5000 ماله؟ السطح بتاعه بقى اقل من ارتفاع. انا في السنتر، السنتر بيبقى فيه نجم، السنتر بيبقى فيه، ما تيجي نخش في المحاضرة ونعرف ايه الحكاية. بالنسبة لي في السنتريفيكال بامب 5000 زي 2000 زي كم على السنتريفيكال بامب. الأول هنشوف شكلها، يعني الأول ده قطاع عندي سنتريفيكال بامب أهو، سيمبلي عندي شافت، في شافت أهو، الشافت ده متركب عليه امبلر، وهنقول الامبلر ده في الشق، وبعدين حوالين الامبلر في الكيس. واحنا قلنا الضغط في السنتر هنا كان بيبقى اقل ضغط، فبيدخل الميه من السنتر بتاع الامبلر بتاع المروحه دي، والميه بتخرج من الاوتر بريشر بتاع المروحه دي. ادي كل السنترال، يعني احنا بيهمنا الكيسنج والمروحه. الجماعه بتوع الماشين ديزاين بياخدوا بقى الشغل بتاعتهم البيرنجز والى اخره، دي قصه طبعا كلها مع بعضها ماشين واحد.
هرجع تاني. ادي الكيسنج اهو. كيسنج هو ده كيسنج. ودي السكشن فلانج. ودي الدليفري فلانج. لو تلاحظ ان السكشن فلانج باين اولها اكبر من الدليفري. يعني سرعه السكشن اقل من سرعه الدليفري. اما نروح لنقطه ثانيه هو الامبلر ده عباره عن ايه؟ ادي الشافت اهو. وتخيل عليه ديسك كده ملحوم فيه او عليه كي متركب فيه كي. يعني كي ده. وبعدين في ديسك ثاني بارلل بس فيه شويه كيرفات كده. الديسك ده انت ربطه في الديسك ده بايه؟ الديسكين ربطهم بينهم من بعض ببليتس بيش بهذا الشكل ملحومه فيهم هم او بمسامير من برشامون او لا. فانا عايز اقول نتيجه للروتيشن بتاع الامبيلر ده اللي هو السنترفيجال اكشن بتاعنا اللي هناك بتاع بيحصل ايه؟ ده الضغط هنا بيقل نتيجه للفورس اكشن فورس فورتكس. وبعدين دروبلتس اوف ووتر بتخش تخيل في دروبلت موجوده هنا بيأثر على ايه؟ في سنترفيجال فورس بتأثر فبتضطرب بره تطلع بره بقى سنترفيجال اكشن عشان سمينا الكلام ده سنترفيجال فورس. يعني انا عايز اقول الميه دخلت هنا وطلع بره كده باي سنترفيجال اكشن بره. وبرضه فكرت زمان من الشباب انه كان زمان تجيب طوبه او تجيب حته طبعا ما فيش طوبه دلوقتي في حديد صامولة تروح رابطها بحبل وتعمل الحكاية دي. فتبص لقى الحبل ده أفق كده وجميل ومشدود بإيه؟ مشدود بالسنترفيجال فورس اللي على البلية اللي بتلف دي أو الصامولة اللي بتلف وفي تنسايل فورس بتاع الحبل. طب لو كان الحبل ده ضعيف خيط ضعيف خالص إيه اللي حصل؟ في سنترفيجال فورس أكتر من التنسايل فورس اللي يتحملها الحبل فبتتقطع. ايه اللي بيحصل للصامونه؟ بتجري تسيبك وتجري تخش في روح ازاز تخش في اي حاجه. يعني بتنفصل بسرعه عاليه اكتسبتها من الانرجي اللي انت عملتها. فنفس الحكايه عايز اقول الليكويد بارتكلز بتطلع اللي هي موجوده بين الريش دي بتطلع بره هنا بسرعه عاليه. يعني كمثال واحد يقول السرعه اللي داخلين بيها هنا اقول لك 2 متر في الثانيه. بتخرج ب 30 40 متر في الثانيه. يجي بقى شغلة الكيسن ياخد المية ويقلل لي سرعتها يسلمها لي هنا بدل ما يطلع ب 30 يسلمها لي ب 4 متر في ثانية. يبقى لما بيقلل السرعة بيزود الضغط بتاعها. كلام واضح؟ يعني صاحبنا ده قال المنظر اهوت البليد عمالة بتلف المية بتخش كده وتطلع والكيسن بيستمر. هنزود السرعة شوية هنزود السرعة برضه هيبقى في نيجاتيف بريشر هنا أو دروب في البريشر في السنتر بحيث يدي فرصة للمية اللي جاية من السكشن سايد تدخل على الفرص. ولازم الليفل بتاع المية في السكشن سايد يبقى أعلى من الإنرجي اللي موجودة هنا عشان الفلو يجي من السكشن إلى دي. وبعدين أنا بضيف إنرجي تطلع لي بقى المية بسرعة عالية تروح في الديفيوزر يوصلها لك في الاخر هنا على الدليفري فلانج بسرعه معقوله شويه بدل ما تبقى هنا 30 تبقى هنا 4 وبعدين البريشر اعلى شويه. يعني زي ما بيقول لك الديفيوزر بيحاول يحول الكينيتيك انرجي الكبيره اللي خارجه من الامبلر الى بريشر انرجي. اوكي عايزين نقول الديفيوزر اللي كنت سمعت عليه فيه فريكشن لانه كان ماشي الميه ماشيه فيه بسرعه عاليه وفي سيباريشن كل ده بيسبب بروسيس بتاثر لي على الافشنس بتاع البامب. يعني طبعا انا بشتري بامب من البيت بتاعي او الشقه بتاعتي ما يهمنيش الكلام لان هتلاقي مثلا ربع كيلو وات ولا نص كيلو وات مش هفكر في افشنس هفكر في الفلوس اللي هدفعها. واحد يقول لي دي افشنس عاليه بس ثمنها 5000 جنيه ودي افشنسي ما يعني معقوله ثمنها 500 هشتري ال 500 لان في الاخر في الاول استهلاك الكهرباء بتاع البامب اللي انا بستعملها عندي في البيت قليل انما في ما لان الطلب بتاعتها سي نص كيلو. لكن لما تتكلم على بامب بتشتغل في محطه ستيم باور بلانت او محطه شركه الميه تتكلم على 100 كيلو او 1000 كيلو استهلاك الكهرباء هنا هيبقى كبير. فأي زيادة في الافشنسي بيقلل لك الايه الاستهلاك.
من ضمن الزيادات دي انك تدور على مصادر النص فين وتقللها. مصادر النص زي ما قلنا في النيو كيس هو بيعمل ايه؟ جايب على الاوتر بتاع الانفلر حاطط بليدز. البليدز بقت زي ما انتم شايفين السكشن اريا اللي بينها بيحصل له اي بي سي، يبقى كانها بعض الفيوز. هتحول لي الكينيتيك انرجي الى بريشر انرجي بس الكفاءة اعلى. ليه؟ لانه انت تقدر تلعب بقى في التصميم بتاع البليد ووضع البليد والكلام ده كله. يعني كمثال تقدر تخلي لي شكلها ستريم لاين، واي حاجه عن السيبريشن والايدز والكلام ده تقدر تحاول تتلافى. بس عايز اقول دي بتزود سعر الفرن. يعني طبعا لما يبقى فرن كبيره مثلا حول 10 مليون دولار هتبقى 10.1 زياده واحد في المية في الكورس، مش مشكله. لكن من 5 ل 5000 جنيه كتير قوي عليا ان انا ادفع. فانا عايز اقول وكمان الدين او انرجي هيبقى واضح. فدول بنسميهم ديفيوزر بلينز في البامبس الكبيره موجودين. يعني الديفيوزر بلينز زي قللت الحمل اللي على الميه تبقى طالعه منها بسرعه قليله، بحيث الفريكشن اللي موجود في الكيسي والنص اللي موجوده في الكيسي تبقى اقل. يعني هي نفس الحكايه، وده مجرد انيميشن. الميه بتدخل من السنتر وبتطلع لبره على البلد، تطلع بره وعلى الديفيوزر بيز تطلع بسرعه اقل، وبعد كده يسلمها لك الى الديناميك فلاش. اظن احنا عايزين نتكلم شويه عن الميكانكس بتاعت الموضوع. ايه الميكانكس بتاع الموضوع؟ انا عندي البلد بيلف في بليد. تعال نقول انا هوقف البليد عشان اتكلم على عايز اوقف بحيث يعني انا انستنتينيسلي او كاني انا قاعد على البليد. لما انا قاعد على البليد هيبقى بالنسبه لي البليد ثابت في مكانه، لكن واحد من بعيد هيقول لي الاوتر بريفري ده هو الحيط الخارجي له سرعه معينه اللي هو الفيكتور الاحمر. قيمته كام؟ قيمه السرعه كام؟ اوميجا ار. مظبوط؟ باي دي ان على 60. وانا سعادتك انا قاعد هنا او اي واحد قاعد هنا تقدر تلاقي الميه خارجه. الميه بتعدي عليه، هقول الفيكتور ده هو بيمثل لي الريلاتيف فيلوستي بتاع الميه بالنسبه للبليد. احنا كان عندنا في قسم البحريه زمان حاجة اسمها ستروبسكوب. ستروبسكوب ده بيعمل فلاشز بنفس سرعة الدوران بتاعة الإمبلر. بتظبطه بنفس السرعة فكأنه بيوري لك الإمبلر واقف في مكانه. حتى بتشوف لو في موتر عايز أقول إير دروبلتس أو فيبر دروبلتس بتشوفها. بتشوفها رائعة ليه؟ لأنه الإضاءة مثبتة لك القصة. نهاية. انا هقول عندي ان هو في اللي هو التنجنشال بروست اللي جاي من الدوران زائد الريلت بروست بتاع الووتر دروب. الاثنين مع بعض هقدر اقول ايه؟ اقدر اجمعهم مع بعض يديني الابسولوت فيلوس. رجعنا يعني بنقول لك الفيكتور ده هو اللي بيمثل الانفلر تنجنشال فيلوستي اللي هي اوميجا ار، ودي ريلاتيف فيلوستي اوف ليكويد بالنسبه للبليد. فانا عايز اقول هجمعهم على بعض يوم يديني الابسولوت فيلوستي. يعني بتجمع التو كومبوننتس دول ريلاتيف فيلوستي زائد التنجنشال فيلوستي او الفيلوستي بتاعت الانفلر يديك هنا ريزلت فيلوستي، يعني دي الابسولوت فيلوستي. هنروح لنفس الكلام بالنسبه للدخول، اقدر اعمله عن الدخول. وانا اخذت الرسمه دي عشان نشوف ايه القصه بتاعتها. هنا هو الريلاتيف فيلوستي بتاع الميه عند الخروج زائد التنجنشال فيلوستي اللي جاي من الدوران اللي هي اسمه دي اللي هي المجموع بتاعهم اللي هو الابسولوت فيلوستي عند الخروج. نفس الكلام عند الدخول، هقول في الميه داخله بريلاتيف فيلوستي دي ريلاتيف 1 وسرعة الامبلر عند
عند الدايمتر الجواني هتبقى اوميجا ار 1 اللي هي في 1، يبقى في ار 1 زائد في 1 يديك الابسوليت بنص اللي هو ال 1. تعال نقف شويه عند القصه دي ونشوف التباشير او نشوف الاكل. يعني انا عندي البلد الميه تدخل فيه بسرعه يو 1 صغيره وتطلع بسرعه كابتن يو، في الغالب هتبقى كبيره. اهو هذا المنظر. هنا مثلا هقول هنا يو 1 وهنا ادي الخليل اهوت، وهنا الميه خارجه بكابتن، يعني واخد اتجاه تاني خالص. لما تيجي من ناحيه القيم ممكن تلاقي 5 متر في الثانيه، ودي تلاقي 30 متر في الثانيه. يعني عايز اقول نتيجه روتيشن الميه بتكتسب بسرعه وكمان بتغير اتجاهها زي ما بان في المثلثات. الكلام ده اندر ان افكت، يعني ليه السرعه زادت وليه غيرت اتجاهها؟ ايه الافكت اللي حصل على الميه بحيث ده حصل؟ ترد عليا انا شايفك مركز كده، انت ركزت مش كده. ها؟ يلا. طب نرجع ناخد مثال بسيط قبل الكلام ده اللي هو فينير موشن. انا طبعا عندي فينير موشن. اما يبقى عندي فينير موشن يعني ايه؟ يعني في قطر او في عربيه كانت سرعتها الاولى هي كانت 10 متر في السكند، مره واحده بقت السرعه او بعد فتره بقت السرعه 50 متر في السكند. يعني ده يو 1 ده يو 2. يعني بعد ثانية بعد اثنين بعد 10 السرعة اتغيرت. السرعة اتغيرت اندر افكت بتاع ايه؟ السرعة زادت اندر افكت بتاع ايه؟ ايه البارامتر اللي حطيته على العربية دي او على القطر ده بحيث زادت السرعة؟ فورس اكسلريشن تورك ها؟ ما ايه؟ الاكسلريشن ده نتيجة فورس يا حمد ابلاي فورس، يعني كمثال الموتور بتاعك قدام الفورس او جريت حمد حبل والحبل فيه فورس، يبقى فيه فورس بتساوي الماس في الاكسلريشن دلتا في على دلتا مش كده دي في واي ده نيوتن. هو نيوتن ما قالش في الالف الاول الفورس بتساوي ريت اوف تشينج او مومنت، يعني ايه ريت اوف تشينج؟ يعني دي باي تي المومنتم اللي هو ام ملتبلاي باي يو او ام في فورس بتتكلم عن لينير موشن يبقى ام دي في باي تي او ام دي باي تي. لكن لما اتكلم على روتيشن انا عندي روتيشن هو اللي سبب التشينج اوف فيلوستي زياده السرعه. اتكلم على ايه بقى؟ ما هي في روتيشن تور بالظبط. هقول بقى تور يلا عايزين تعريف زي ده rate of change وفي ايه بقى؟ وفي ايه؟ angular momentum. يعني ايه angular momentum؟ انا عارف المومنتوم اللي هو m multiply by u m هنا في ده المومنتوم. طب ايه الانجل ده مومنتم؟ لا خلاص انا جبت المومنتم ما تطلعش بره، يعني سيمبلي مومنت اوف مومنتم مومنت اوف مومنتم عزم العزم بتاع المومنتم حوالين المحور بتاعه. يعني ايه العزم؟ يعني سعادتك قول لي اخد المومنتم ده هو اضربه في الراديوس ار وهنا في ار 1 سيمبلي انا هقعد عندي ام هرجع للابلكيشن دي واي دي تي
هون ببساطة M في U multiplied by R. بس خلي بالك U M scalar ما فيش مشكلة. U vector لأن U direction بتاعها هنا غير هنا لازم تطلع وراي من ال vector. ال R هل ال R scalar ولا vector؟ scalar يا راجل. يعني لو قلت لك امشي 5 كيلو لازم تقول لي في اي اتجاه مش كده؟ لو قلت لك هتمشي كده هتبقى في البحر كده امشي كده تروح محط مصر لازم الاكس دايركشن والواي دايركشن يبقى فيكتور. ما ينفعش اسيبه في كده لازم تقول لي كروس ولا دوت برودكت. طبعا كان درس نازل بتاع فيكتور عايز اقول سامبل ايه هو كروس برودكت عشان اعرف الحصه دي. فبقول لك ايه ببساطه خالص ما تيجي ناخد النص دي ونحللها في اتجاه المماس العمود عليه. المماس هيديني كابتل في العمود عليه بار. يعني ايه؟ يعني المومنت بتاع ام في يو او اف في يو يعني ده هيبقى ام في واي وده ام في كام. المومنت بتاع الواي بكام؟ حوالين النقطه دي بصفر. يبقى المومنت بتاع ام يو ده هو المومنت بتاعه هيبقى ام كان المومنت بتاع الفي بس. يبقى سامبلي او الوضعية دي باي دي ار دي باي دي تي اسف. بدل بقى ما نقول يو يو ناخد التانجنشال كومبوننت بتاعتها هي دي اللي بتعمل المومنت. انما الراديال بتمر بنقطة الاصل. يبقى على طول هقول له في في ار. تعالوا نطلع ام بره تبقى هنا اهو. يبقى ام هنا بره وام على دلتا تي ديك ام دوت. يبقى ام دوت في دي ام دوت في في دلتا في ار دلتا في ار او دلتا كابتل في ار. يعني ايه؟ يعني التورك بتاعنا يساوي ام دوت في في ار ناقص بي 1 ار 1. واحد يقول لي الار اللي هو الريديس عنده طفول وعنده خروج. طب كابتن في كابتن في هي التنجنشال كومبوننت بتاع الابسولوت فلوس. يعني بتحسب الابسولوت فلوس وشوف التنجنشال كومبوننت او هم بيسموها الهوير كومبوننت اللي بتعمل هوير اللي بتعمل فورتكس. انا عايز اقول جبت التورك بهذا الشكل. التورك ده هو اللي عمل له القصه البديل الفورس في الدنيا. طب تعال نحوله الى طاقه. اقول لو ضربت التورك في اوميجا يديني الباور. الباور يعني ايه؟ يعني ورك دان بير سكند. يعني ورك دان بير سكند اهو يعني الباور اللي هو تورك في اوميجا. تورك في اوميجا تعال نقول سيمبلي اهو. يبقى دي ام دوت ام دوت في كابتن بي اوميجا ار ناقص كابتن بي 1 اوميجا ار 1. اوكي كابتن بي في اوميجا. كابتن بي قلنا عليها تانجنشال كومبوننت عند الدخول وعند الخروج. اوميجا ار اللي هي ايه؟ تانجنشال فيلوستي السرعة بتاعت المحيط الملف. يبقى سيمبلي هقول له ام دوت مالتبلاي في كابتن بي اللي هي بنسميها سمول في ناقص بي 1 سمول في 1. يعني واحد يقول لي سمول في هقول له باي دي ان على 60 او اوميجا ار تنجنشال كوست. كابتن في برضه عشان نعرفها تنجنشال component of A of U. شوف U فين؟ عند الخروج أو عند الدخول دي المركبة اللي في اتجاه المقاس. دي كابتن. طيب أنا عايز أقول ده ورك دان أنت عملته على ماس معينة ماس فلوريت معين. تعال نقول الورك دان ده هو بير يونت ويت. يعني حافظ صاحبنا ده انفضت
على في كابيتال في سمول في ناقص بي 1 بي 1 اقسمه على الويت فلو اللي هو ام دوت جي يعني عشان اشيل ام من القصه ويبقى الكلام ده بلد على ايه تعال نشوف ال يعني هيطلع لي ده دي في ناقص دي 1 ده الورك ده على ايه؟ على الميه يعني الطاقه اللي هتتنقل للميه في قلب الانترنت تبقى بالقيمه اللي هي هتظهر لي في صوره مثلا هقول هذا الانترنت بتاع هذا الميه داخل عند نقطه 1 وخارج عند نقطه 2 يبقى كانه ده زياده في الطاقه هيبقى ايه 2 ناقص 1 مش كده انرجي اتنقلت للميه الامبيلر خد منك من الشافت بتاعه من الموتور خد سيرفو باور بعد كده الباور دي هتتنقل للميه انا بدرس دلوقتي ازاي اعمل لها ماكسمايزيشن لان لما تقول لي الميه داخله في سيرفو انرجي اللي هي اصلا جايه من السكشن تاني يهمني بقى اللي خارجه تبقى ماكسيم از ماكسيم اصلا ده من ضمن انا بقول لك امتى يبقى ده ماكسيم عايز اقول له ده يبقى ماكسيمم لما يقول لك اما كابيتال في 1 لوحدها تبقى بزيرو كابيتال في 1 تبقى بزيرو واضح؟ اهو يعني الجزء اللي بالناقص ده يتشال بدل ما تضيف للميه بتاعتك سي 30 متر ضيف 50 لو ده لوحده ب 20 يبقى ضيف 50 افضل لك مش كده ولا ايه؟ يعني في النهايه بقول الميه هتستفيد من الانرجي وانا مستهلك كهرباء قبل كده بقول ده على القرار الاستهلاك انا بعمل ماكسمايزيشن للانرجي ادد يعني معناها ماكسمايزيشن للاوتبوت بتاعتي ارجو الكلام يكون واضح طب هيتم ازاي الحكايه دي؟ ادي المثلث بتاع الكروب واحد حاطه بالشكل ده احنا بنقول له الكلام ده ما ينفعش هيدينا بامب تشتغل وكل حاجه بس الافشنسي من عندك واطي طب ازاي يعمل ما دام بيشاور على الورق تعال نلعب على الورق تعال يعني خلينا نلعب في قيمة بي دي بحيث انه كابيتال في 1 تبقى في زيرو هنشوف الكلام ده المثلث ده زي ما هو ادي بلد الفلوسطي وادي الزاويه بيتا وادي سمول بي وهنا دي هنا كله واحد وادي كابيتال في 1 اللي هي مركبه المماس كابيتال في 1 عايز اخليها بزيرو عايز اخلي كابيتال في 1 بزيرو نلعب في قيمة دي يعني ايه كابيتال في 1 بزيرو؟ هتخلي لي اليو دي رأسية ادي اليو بتاعت يبقى لغاية دي يبقى معناها الكومبوننت في الحالة دي التنجنشال بصفر ودي اللي هي هتساوي الواي 1 خلاص الفي 1 يبقى الزاوية بتاعت دي الزاوية الصفر يبقى دي البيت. يبقى انت تختار بيتا بحيث ان كابيتال في 1 عنده تكون زيرو كلام واضح واحد يقول لك جبت تام بيتا ازاي اهو سنة سنة تام بيتا بتساوي الواي على سمول بي سمول بي اس ها؟ انت كنت فين؟ ما كنتش معانا نرجع تاني انا بقول المثلث الازرق ده بيمثل مثلث واحد مكتفي عنده فانا بقول له من الدراسه بتاعتنا لازم كابيتال بي 1 تبقى بصفر. تعال ناخد الزاويه دي بحيث كابيتال بي 1 بصفر. يعني المركبه بتاعت الابسولوت بلس تبقى بصفر. يعني ازاي لازم يو دي تبقى فيرت. يو دي هي تبقى فيرت. العب شويه بحيث ان اخلي ده يبقى بصفر. يبقى سمول في عندك لها قيمه معينه العب بقى في الاتجاه.
فخليت دي بالبيرت يعني. فانا بقول يو بخليها هنقول عليها راديال راديال فلو ات ان مش ده التنشن المعمول عليها يبقى راديال. لو خليت الميه داخله راديال دايركشن يبقى كابتن في 1 يبقى صفر يبقى المثلث بتاعك هو ده اللي معتمد. يعني سيمبلي اول ما طلع بيتا بتساوي كام بيتا بتساوي على بي 1 واي اللي هو المركبه الرئيسيه وادي بي 1 طلعت له بيتا دي ب 20 درجه اللي هي بتحقق له راديال فلو ات ان كابتن بي 1 بصفر. ماكسيمم انرجي ترانسفير تو ووتر ده معناه ببساطه انه الافشنسي بتاع احسن من اللي عمل حاجه تانيه. هو لو حسبها من هنا 20 درجة لكن جاي نفذ بقى عند 30 ولا 40 ولا جسام الرسمة دي ونفذها قال له ابشر البمب بتاعك تشتغل بس افشنسي واطي قوي. اوكي فدي اول سورس لتحسين الافشنسي بتاعك. يعني دايما احنا هنعتمد على ان الانرجي ادت للميه هي دي في على جي مش اوكي. طب الانرجي ادت تساوي كام؟ سيمبلي هتقول الكينيتيك انرجي اللي خارج بيها الميه اللي هي يو سكوير 2 جي زائد اتش 2 ناقص الانرجي اللي داخله اللي هي يو 1 سكوير على 2 جي ناقص اتش 1 سوري زائد اتش 1. طبعا زائد احنا عاملين زائد. فانا عايز اقول انا هو لما تيجي تقول لي السرعه بتاعت يو دي 30 متر في الثانيه السرعة بتاعت يو 1 3 متر أو 2 متر 3 متر في الصدر. أظن من السهل إن أنا أهمل الكلام ده. من السهل إن أنا أهمل ربع واحدة قد الثانية 10 مرات في التربيع هتبقى 100 مرة أهمل. نيجي نقول مع اتش 2 ناقص اتش 1 يعني بريشر جين خلال المية وهي ماشية في الإمبير يعني ده الهيد بتاع يعني انا اقدر اقول سيمبلي اجيب الهيد بتاع البلد ادي اقول له نفس الكلام اللي فات اهو واضيف يعني جي انرجي ادي بيساوي كانتك ترجع عند الحدود زائد الهيد بتاع البلد ناقص كانتك ترجع وقلنا دي هتبقى ديفليكتد يبقى فاضل بس شوية حساب مثلثات هوصل في الآخر إلى إن اتش مكرر بالشكل في سكوير ناقص واي سكوير بلس اكس سكوير جامع على 2 جي الفي اللي هي باي بي ان على 60 من الأوتر بريفري الواي اللي هي عبارة عن فلوريدز يعني لما تيجي تحسب كمية الفلوريد الخارجة من المكلف أو اللي داخلها بتقول لي المساحة الحطية بتاعت المكلف اللي هي باي دي بي مضروبة في دروس الواي يعني واي مرتبطة بالشعر أقول له واي اللي هي دروس الفلو عبارة عن فلو على باي دي بي. طيب تعال نعوض بالواي وبالاي وبالفي هذا وانا بقول عندي سيرت بروبيلر اظن بالطريقه دي فور سيرت بروبيلر يعني الجي ثابته والجامعة ثابته والكلام ده كله اقدر اطلع لك الايكويشن دي اتش بروبيلر بيساوي سي 1 ان سكوير ناقص سي 2 كيو سكوير ده الهيد جنريت ثيوريتيكال هيد جنريت في الامبير. تعالوا نناقش القصه دي شويه. شايفين عند كيو صفر في قيمة للهيد معروفة ومحسوبة واضح احنا حسبناها وبتاع مفيش خوف منها. الأخ بتاع الديزاين قال والله الهيد ده 100 متر اعمل لي ديزاين للبمب عليه خلاص مش هتوصل بقى 2000 بار زي ما وصلنا. تعال نقول ده عند ال N بيساوي 1000 لو زودنا السرعة هيبقى كده 2000
البامب عبارة عن الامبلر بس، ده الشغل بالامبلر عشان نقعد ندرس الفلو في الامبلر وازاي نحسن زاوية أقدام اللي تبقى كامل اللي هي زاوية الخروج إلى آخره. نروح بقى بعد كده للهيد بتاع البامب. الهيد اللي جاي لك من البامب عبارة عن الهيد بتاع الامبلر زائد الهيد بتاع الكيسة. متنساش بقى اللوسس، احنا بنتكلم على ريال البامب مش على ايديا، يبقى ناقص اللوسس في الاثنين، ناقص يعني انا بحط الكيس اللي هي عشان ازود الهيد، واللوسس بحطها اللي هي عشان هي بتقلل الهيد وتديني ريال كيس. فالاكشوال بقى بتلاقي المنظر بالشكل ده. ده المنظر يعني هنا في الاول كانت الرصد قليلة فهي ده الهيد بتاع الكيسة. كل ما كانوا يسير الرصد ده عملها بتزيد يبقى احسن تروب بالشكل. يعني ده عايز اقول الهيد بتاع الكيسة. طبعا انا لما اجي استعمل بامب مش هعتمد على المعادلات وعلى الكلام اللي احنا قلناه ده، يعني احنا ضيعتنا وقتنا، لكن عايز اقول لك بتدرس الفاكتورز اللي بتاثر على البرفورمانس بتاعها. دي بس صوره عشان اوريك ايه اللي بيحصل في الامبلر. ده الامبلر اهو في اخر حاجه. نتيجه للروتيشن بيشوف البريشر. الروتيشن نتيجه للروتيشن في المنطقه دي بيحصل ريدكشن شويه في البريشر. وهنتكلم بالتفصيل عنه في الكابيتيشن. وزي ما انتم عارفين عند السنتر لاين بيحصل دروب، هنا كمان بيحصل دروب قوي زي ما انتم شايفين. بيقل وبعدين يرجع بقى يزيد. ده في قلب المشكلة. طب السرعة أخبارها إيه؟ بتزيد. السرعة بتزيد. تعالى نقول دخلنا بقى في الكيسة، في البريود كيسة. السرعة هتقل والبريشر هيرجع يزيد. يعني ده المنظر او زي ما انتم شايفين. اللي عايز اقول بس اللوسز ايه اللوسز عشان نبقى عارفين. يعني اللوسز مقسمينها هنا الى انواع مختلفه، هيدرونيك فاليومتريك ميكانيك. يعني ايه ميكانيك؟ دايما اي مكنه هيبقى فيها ميكانيك. ديزل انجن فيه ميكانيك. ايه الميكانيكا الروس عباره عن ايه؟ فريكشن بيرنج روس. هو قول لي بيرنج روس مفيش اي حاجه بتقلي الا لو متشال على بيرنج. البيرنج بياكل انرجي بياكل روس، يبقى بيرنج روس. وكمان الفريكشن، انا عندي الامبلر ده بيلف في قلب الميه جوه، بنسميها الديسك فريكشن. يعني نتيجه للروتيشن هذه الميكانيكا. هيدروليك اللي هي ممكن تقول لي بقى الفريكشن اللي بين الميه والسيبريشن على البوليوت كيسن، ادي الوصف. لما نيجي نتكلم عن الفوليومتريك في ليكج جوه البامب. يعني نشوف الصوره كده، ادي الامبلر، ادي الامبلر. احنا قلنا ادي الامبلر بالشكل ده. الامبلر ده هو سيب ياخد من هنا في ضغط واطي والميه بتطلع كده. الضغط هنا بيعلى، المشكلة اللي هو من الأوتر بريفري الضغط عالي. وبعدين في كليرنس غصب عني وعنك، لازم في كليرنس بين الكيسنج وبين الإمبلر عشان يسمح بالحركة. طيب لو كان عندك ماشي هنا مية وفي ضغط عالي هنا، إيه اللي هيحصل؟ 5% يرجعوا كده، يبقى بيوصل لك هنا 95. بس الإمبلر بتاعك اشتغل أجينست 100 مظبوط؟ عمل ويرك اجينست زق 100 لكن بيوصل 95. الخمسه دول انت عملت عليهم انرجي، يبقى في انرجي ويست ديو تو ليكج. وظيفتنا ان احنا نقلل الليكج، يعني نحط ليكج سنوات عشان يقلل كميه الليكج. الليكج كانه بيعمل ثروتلينج زي فالف مقفول. لما بيعمل ثروتلينج بيقلل الكميه اللي ماشيه، فبدل ما يطلع بدل ما يوصل 95 ممكن يوصل 99. يبقى الليكج بدل ما كان 5% بقى 1%. نكتفي بهذا القدر. في أي سؤال الأول؟ أي سؤال؟ شكرا.